حياتنا وشباب من جديد. معاكم احمد مانو يا شباب. النهارده ان شاء الله اوريكم ماي ستادي بلانش بروجريشن من طاق حتى ستادي فورم كامل. فبتمنى شباب تدعموني باللايك ومتابعة وشير واشتراك القناة. ده يسهل لكم كل جديد يا شباب. دلوقتي شباب هنشوف بروجريشن ستادي بلانش من صفر لاتقان. دلوقتي هنشوف مع بعض. وده شوف التاكو بلانش العادي بدأ بتركيه واحدة واحدة بالتدريج شباب. تيجي تزرع التاكو اوف ليف اللي مستوى شوف بداية انت بتبدأ بالتاكو العادي وهنا الاوف ليف مستوى شوية لقيت دي مفروضة عشان تتمكن مدى بلانش كامل. كل دي مفقودة كل تحكم أكتر وازم رجليك وصول لها على السن رجليك معذرة كده شوية كل زوج الوضع كل من أحسن وأفضل يا شباب. لازم تضعكم واخد الوضع أقوله بلانش كده لما تشوف كده يا شباب هتبقى أفضل وأحسن وأقوى. لو ظهرك مفتوح متخش أي فايدة من التمرين. كون ده مستوية في البلانش في حتى الكون عشان ايه ان شاء الله الحمد لله جيت صار بلانش بس يفهم مش اللي هو هتقولها تزال بس هو لا ده عارف ليه لو شايف ليه ازاي بدأ بالتدريج الماجع على النظام ده 8 شهور الحمد لله ربنا وفقني وعرفت اجيب بلانش ان شاء الله هجيب بدايات جديده وهتنظيم الجو بتاعي وانظمت كلها. ده بسبب بلانش شباب بسبب زي ما شفت كده. وطبعا شوف اللي هو بقى فوق شويه لان هو هيتحسن شويه شباب. أتمنى شباب البروجريشن بتاعي عجبكم هذا الفيديو وكم بقفلنا داود نفر شو طبعا الله همانو حبيبو شير حلو بس حابي نتوبيني كون جانا شغير ولازم وصلنا كان نهاية الفيديو. يلا كمان عجبكم الفيديو من عجبكم وارد الشير دعمون لايك وشير ومتابعة واشتراك القناة لأسفل كل جديد. كان معكم أحمد مانو. سلام يا شباب.